السلام عليكم والله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم فاطمه بوحاتي وحلقه جديده وبرنامجنا العزومه. ان شاء الله النهارده عزومتنا تبقى سهله ولذيذه وان شاء الله الوصفات كده تشوفوها وتعجبكم وتجربوها باذن الله. هنعمل مع بعض النهارده تندوري برياني. هنعمل اتنين في واحد، هنعمل فراخ تندوري ورز برياني، الاثنين طعمهم. هنعملهم مع بعض النهارده بطريقه سهله جدا. هنعمل مع بعض سلطه البتنجان، يعني الى حد ما كده شبه المسقعه شويه، بتبقى هايله جدا. هنعمل كمان كريم كراميل، ده الطلب مننا من صديقتنا الاسبوع اللي فات، والنهارده ان شاء الله هنعمله مع بعض. ان شاء الله الوصفات تعجبكم باذن الله والحلقه تكون خفيفه ولطيفه. يلا بينا بقى نبدا اول وصفاتنا وهي تندوري البرياني، وتعالوا نقول المقادير وبعدين نشوف الطريقه. عندنا فرخة متقطعة 8 قطع، وانا بفضل وزن كيلو ونص، يعني الى حد ما وزن معقول جدا، ما بيبقاش يعني في الالياف بتاعته صعبة وكده، وتسويته بتبقى اسرع. عندنا 3 كوبايات من الرز البسمتي مغسول ومنقوع متصفي كويس، بصلة مفرومة، 2 طماطم مفرومين، نص كوباية كزبرة خضرة مفرومة، كوباية بصل مقلي، علبة زبادي، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة بهارات برياني. عندنا كمان نص معلقة صغيرة من اللون الأحمر البودر، والبهارات الصحيحة اللي معانا هتكون عبارة 2 لومي اللي هو الليمون الأسود المجفف، 5 فصوص حبهان صحيح، و5 قرنفل صحيح، و5 ورق لورا. وبهارات البرياني هتكون عبارة عن ايه؟ معلقة كبيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، ومعلقة صغيرة من الزعفران البودر. هي دي البهارات بتاعتنا. وتعالوا بينا بقى علشان نشتغل ونشوف هنعمل ايه. طيب احنا عندنا برضو عشان ندهن وش الفراخ بعد التسوية عشان تاخد معانا اللون المد للتندوري، هيبقى معانا ايه؟ معلقة كبيرة من الزيت، نص كوباية شوربة، عندنا كمان معلقة صغيرة من البهارات بتاعت التندوري، ونص معلقة صغيرة لون أحمر بودر. يلا بينا بداية كده على نار فيها شوية زيت يسخنوا كويس قوي. هسيبهم يسخنوا كويس، وهناخد البهارات الصحيحة اللي هي عبارة عن ايه؟ الليمون والحبهان والقرنفل وورق اللورة، وهنحطهم كده في الزيت. وهناخد قطع الفراخ بتاعتنا، انا مقطعة الفرخة على 8، ده هيسهل لنا كتير في التسوية وكمان في التقديم برضو هتبقى ألطف. بسم الله، هننزل قطع الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفرخه بتاعتنا غسلينها كويس قوي قوي، منضفينها، شايلين اي ريش اي حاجات. هنديها تشويحه ونقلبها من وقت للتاني. طبعا علشان الزيت سخن جدا ابتدت تاخد لون معانا. هبدأ دلوقتي احضر معايا الثوم والبصل والبهارات كمان، بعد ما اتاكد كده خلاص ان الفراخ خدت تحميره وبقى لونها ذهبي، هبدأ انزل البهارات. وندي تقليبه. وبعدين عندنا الثوم، احنا عايزين على اعلى درجة حرارة، ريحة البهارات مع الفراخ هايلة جدا.
نزلنا الثوم وشوحنا كويس، هنزل كمان بصلايه مفرومه، ومعانا ملك. ازيك يا ملك، عامله ايه؟ الو، انا فاطمه. اهلا اهلا، ازيك يا ملك، عامله ايه؟ انا بحب حضرتك قوي حبيبتي، منوراني، تسلميلي. انا نفسي اطلع مع حضرتك مره على الهوا. حاضر يا روح. انت بتعرفي تعملي ايه؟ قوليلي. بعرف احمر بانيه واعمل مكرونه بشاميل. ايه الشطاره دي؟ ايه الشطاره دي؟ عندك كام سنه يا ملك؟ عندي 12 وهتم 13. ما شاء الله عليكي. بتساعدي طيب ماما ولا بنعرف بس كده في سرنا؟ لا، زي ماما، شاطره زي ماما. شطوره، بتساعدي ماما، اهم حاجه بتساعدي ماما. نعم، بتساعديها، بتساعديها، بتخشي المطبخ معاها. اه طبعا. شطوره، برافو عليكي. هو ده، شاطره يا روحي. ان شاء الله باذن الله اول ما ابدا استضيف كده هجيبك معايا يا ملك. نورتينا حبيبه قلبي. بصوا لون الفراخ، مش قادره اقول لكم كمان الريحه عامله ازاي، الريحه جميله جدا. خلاص شوحنا البصل والثوم مع الفراخ، الريحه طلعت وجميله جدا. هبدا اضيف بقى الطماطم المفرومه والكزبره والزبادي، تمام كده، وترنشات الطماطم، واقلبهم واغطي وهدي النار واسيب الفراخ تستوي في البخار اللي هتنزله، مع طبعا الزبادي بقى والطماطم. الريحه طالعه ما شاء الله جميله جدا. تمام، يلا بقى هنغطي عليها ونسيبها ربع ساعة على النار. هتكون الفراخ استوت معانا لأننا مقطعينها قطع صغيرة. هنهدي ونغطي النار ونسيبها ربع ساعة. عندي هنا بقى حلة فيها مية بتغلي علشان أسلق الرز. تمام، هناخد الرز اللي احنا غسلينه وكمان نقعينه نص ساعة ومصفينه. وعايزة أقول لك وانت بتختاري الرز البسمتي لأنه هو عامل أساسي في نجاح أي وجبة بتعمليها بالرز البسمتي. في ناس كتيرة بتعمل رز بسمتي تقول ما بيطلعش زي اللي بناكله بره، ده بيبقى العامل الأساسي فيه إن اختيار الرزاية نفسها. يعني الرز لو كويسة هتديكي نتيجة هايلة جدا، أما لو هي مش مظبوطة ومش نوعية كويسة فمهما عملتي فيها هتطلع معاكي مش مظبوطة. اختاري الرزاية الطويلة الرفيعة، ودايما بقول كده وبكرر تاني، كل ما الرزاية كانت طويلة ورفيعة كل ما هتديكي نتيجة أفضل. بلاش الرزاية التخينة القصيرة لأن نسبة النشا فيها عالية، ما بتبقاش حلوة خالص في الطبق. تمام، حاجة كمان، لازم الرزاية تكون لونها موحد، بمعنى لو رز أبيض أو رز ذهبي لأن هما نوعين من الرز، فاختاري اللون يكون موحد، ما يبقاش فيها نقط بيضة. النقط البيضة دي بتبقى عبارة عن رطوبة في الرز، لما بتيجي تغسليه وتنقعيه بتلاقيها اتكسرت منك ومطلعش الحباية سليمة زي ما انت بتشوفيها. تمام، يبقى نختار الرز كويس علشان ناخد نتيجة كويسة. تعالوا بينا بقى، هحط في مية السلق وكأني بسلق مكرونة، احط فيها ملح، معلقة من الملح، وهضيف الرز واسيبه على النار 10 دقايق يتسلق. بسم الله. معنا آية؟ ألو؟ 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 ايوه، ازيك يا ايه؟ لسه سلمت. ازيك يا شيف فاطمه؟ الله يخليكي، عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله، دايما يا رب بخير ان شاء الله. الحمد لله كويس. الحمد لله، دايما يا رب بخير يا حبيبه قلبي. ليكي اي سؤال؟ انا طريقه الكريب يا شيف. الكريب؟ اه. عينيا عينيا، حاضر، ننزلها لك يا حبيبه قلبي. نورتينا نورتينا يا حبيبه قلبي. طيب دلوقتي احنا عندنا حلتين على النار، حله بنسوي فيها الفراخ التندوري، بصوا حطيناها بعد ما حمرناها تحميره كويسه قوي مع البهارات الصحيحه اللي كانت قرنفل ورق لورا وكمان لومي وحبهان، قلبناها كويس قوي في الزيت السخن لغايه ما خدت لون ذهبي، وبعد كده حطينا الثوم المفروم والبصل كمان المفروم مع البهارات المطحونه، قلبناهم كلهم كويس جدا. لما ريحتهم طلعت ضفنا شرايح الطماطم والطماطم المفرومة مع الكزبرة الخضراء المفرومة والزبادي، وغطينا وهدينا النار، وهنسيب الفراخ بقى تستوي على نار هادية. هتاخد حوالي ربع ساعة، هتكون
استوت لان هنكمل تسويتها كمان في الفرن. والرز عندنا حطينا ميه مغليه فيها ملح وحطينا الرز اللي احنا غسلينه ونقعينه نص ساعه ومصفينه، هيتسلق برده حوالي 10 دقائق. هنطلع بقى فاصل صغير خالص على ما الفراخ تستوي والرز كمان، ونرجع نشوف هنعمل فيهم ايه، وهتروحوا في اي حته مستنياكم. يلا بينا بقى نكمل. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل التندوري برياني. بصوا الفراخ خلاص كده هي اخدت ربع ساعة على النار، تمام جدا. دخلت في السوى، مش هقول ان هي استوت سوى كامل، دخلت في السوى. هنجيب كنا عايزين بس يا جماعة ماسك لو ينفع ياريت، يعني عندي فين؟ لا احنا عايزين ماسك اللي بنمسك بيه قطع الفراخ. بصوا بقى بعد ما الفراخ يعدي الوقت وتكون استوت، هنبتدي نطلعها في صينية عشان ندخلها بقى الفرن علشان تاخد لون وكمان تكمل تسويتها. مش قادرة اقول لكم بجد ريحتها عاملة ازاي، ريحتها هايلة جدا. والفراخ عشان متقطعة على 8 فهي كده خلاص، يعني يعتبر نقول ايه تلتين سوا، وهكمل التلت التاني في الفرن. طبعا ريحة الكزبرة الخضراء مع البهارات والكلام ده كله مدية ريحة فظيعة جدا جدا للفراخ، وطبعا طعم حلو قوي. تمام كده. طيب بعد كده هنعمل فيها ايه؟ هنعمل خلطة كده علشان ندهنها بيها. هنجيب بولة، عايزين بولة كله كبير. تمام، عندي شوربة وعندي لون احمر. الاول قبل ما احط اللون انا هحط ملح، لان الفراخ بتاعتنا ما خدتش ملح لسه، ونقلبها كويس. ممكن احط لها شويه ميه سخنين كمان. بسم الله. تمام جدا. هنقلب بقى الملح مع الشوربة كويس قوي، وهضيف اللون الأحمر، ده لون أحمر صحي، ده هو. يبقى احنا حاطين هنا الملح، حاطين حوالي نص كوباية شوربة، حاطين كمان نص معلقة صغيرة من اللون الأحمر بالشكل ده، ونحطهم فوق الفراخ. ممكن شويه زيت صغيرين خالص، ومعانا دعاء. الو الو الو. ايوه ازيك يا دودو؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ تمام والله الحمد لله يا حبيبه قلبي، نورتينا يا دعاء. الخط فصل، حاولي تتصلي بينا تاني يا روحي. خلاص كده بحاول اخد بس الصوص الاحمر ده علشان يدي اللون اللي انا عايزاه للفراخ. فرننا شغال سخن، هندخل فيه صينيه الفراخ، منها تكمل تسويتها وتتشبع بقى كده بالشوربه واللون الاحمر اللي احنا حطيناه. طبعا هي واخده بهارات بما فيه الكفايه. يلا بينا ندخلها الفرن. تمام كده على اعلى درجه لغايه ما تاخد اللون وتشرب الشوربه بتاعتها وتطلع معانا زي الفل. وتعالوا بينا بقى نشوف الرز خلاص كده اتسلق. هجيب المصفى
تمام. عايزين المصفى يا جماعه. هنجهز طبق في الحوض علشان نصفي فيه الرز. اي مصفى مش مشكله، هاتوا لي بس اي مصفى كده. وتعالوا نقول مقادير سلطه البتنجان على ما المصفى تدخل. عندنا مقاديرنا النهارده هتكون عباره عن 2 كيلو بتنجان او على حسب الرغبه، هجيبه ونقيه كويس جدا علشان ما يبقاش فيه بذر من جوه، الاسود الناعم الاملس من بره، ويكون فيه طول شويه، البتنجانه فيها طول شويه وتكون مش مجعده، تكون ملسه خالص من بره علشان اخد بتنجان مسكر ما يكونش فيه بذر. هاخد البتنجان واقطعه مكعبات صغيره، ارشه بالملح والدقيق واحمره، يبقى معانا بالشكل ده. معانا كمان بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، نص كيلو طماطم، وثلاث فلفلات حاميين مفرومين، وثلاثه فلفل رومي متقطعين شرايح، ومعلقه كبيره من دبس الرمان، واثنين معلقه كبيره من صلصه الطماطم، ورشه سكر والبهارات السبعه، وكمون وملح. والصوص بقى اللي هيتقدم مع الصلصه هيكون عباره عن ايه؟ علبتين زبادي، عصير ليمون حوالي معلقتين كبار من عصير الليمون، واربع معالق كبار مايونيز، ورشه ملح. كده مقادير صلصه او سلطه البتنجان اللي معانا النهارده. تعالوا بينا بقى بعد ما صفينا الرز. شايفين الرز بعد ما اتسلق بقى ما شاء الله حبايته كبرت وبقى شكلها حلو جدا. تعالوا بينا بقى نضيفه في الحله. بصوا هنا الصوص بقى شكله عامل ازاي. طبعا في الثوم والبصل والطماطم وكل البهارات سواء كانت حاصه او مطحونه اللي محطوطه مع الفراخ من البدايه، هتديله طعم هايل جدا. جميل جدا. يلا بينا بقى نحط الرز. هو اتسلق مش محتاج كميه كبيره من الميه، هحطه كده تمام. بس عايزين ناخد الطعم بتاع الفراخ اللي موجود تحت، ويا دوبك احط عليه بس كوبايه من الشوربه. احنا سلقناه 10 دقايق فمش محتاج وقت كبير. ومعانا ايمان. الو. ايوه الخير يا شيف. اهلا اهلا، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انا بشكر حضرتك كده كانك شيف محترمه جدا جدا، ربنا يعزك منك كتير صراحه. ربنا يكرمك يا روح قلبي. لو سمحت عايز ممكن اطلب طلب؟ اتفضلي. عايز اعرف عصاج الفراخ اللي احشي بيه المكرونه البشاميل او اللازانيا بتعمل ازاي؟ حاضر هقوله لك حالا. عينيا ليكي. حاضر. طيب هغطي على الرز على بال ما احط اللون الاحمر علشان يدينا لون لطيف كده للرز. عندي هنا نص معلقه هحط عليها شويه ميه صغيرين خالص وادوبها واحطها فوق الرز. زي ما شفتوا ضفنا للرز بس كوبايه واحده من الشوربه علشان يكمل تسويته فيها. عموما مقدار الرز البسمتي بياخد لكل كوبايه رز كوبايتين من الشوربه. قلبت اللون الاحمر اهو، وتعالوا بينا بقى نضيفه على الرز. مش كله طبعا عشان يطلع معايا الرز شويه ابيض وشويه اصفر وشويه احمر، ياخد معانا لون حلو. ونغطي ونهدي النار خالص ونسيب الرز بقى يستوي على نار هاديه، هياخد بقى طعم الفراخ الموجود ويدينا طعم لذيذ جدا. ويلا بينا بقى نشتغل في سلطه البتنجان. طلب مننا دلوقتي تعصيج الفراخ. الفراخ هتجيبيها تقطعيها مكعبات صغيره خالص، وبعدين تكوني محضره يعني نص كيلو الفراخ بصلايه كبيره، هتاخديها تحطي في طاسه على النار معلقتين زيت كبار او معلقتين سمنه على حسب. هتشوحي الفراخ كويس الاول وبعدين تضيفي البصل، وبعد كده ما يتبلوا مع بعض كويس جدا هتضيفي كل البهارات اللي هي عباره عن ملح وفلفل زعتر، رشه حبهان، رشه من السكر، ايه كمان ممكن رشه قرفه بسيطه. كل ده هيديكي طعم حلو جدا. ممكن كمان تضيفي فلفل الوان متقطع صغير بس بعد ما الفراخ تستوي.
ولو هتحشي بيها حاجه خايفه ان هي تفك حطي معاها بعد ما تستوي خالص شويه جبن علشان تمسك الحشوه كلها مع بعض. تمام، انا ولعت النار. تمام جدا، هنسيب النار تسخن كويس واحط شويه زيت والطاسه تسخن كويس جدا، ومعانا الثوم والبصل هناخدهم والفلفل الحامي. بسم الله، هستنى بس يسخن كويس. السلطه دي قريبه جدا ان هي تاخد طعم المسقعه شويه، بس بتبقى لذيذه جدا، والصوص اللي بيتعمل عليها على الوش كمان بيخليها اهدى كده وطعمها بيبقى حلو قوي. تقدري تقدميها جنب عيش جنب رز برده حلوه جدا. يلا بقى ننزل بالبصلايه والثوم وهنديهم تشويحه كويسه لغايه كده ما يدبلوا وريحتهم تطلع. ولما نشم ريحتهم كويس هننزل الفلفل الحامي، طبعا ده على حسب الرغبه وكميته بترجع لك انت. عندي كمان الفلفل اللي متقطع شرايح عشان البتنجان يطلع معاكي من غير ما يشرب زيت، تحمريه ما يشربش معاكي زيت. بعد ما تقطعيه رشيه بالملح وسيبيه شويه، هتلاقيه نزل ميه بعديها، حاولي يعني تضغطي عليه وتنزلي اي سوائل فيه زياده. بعد كده عفريه بالدقيق ونزليه في الزيت، عمره كده ما هيشرب معاكي زيت خالص وهيطلع معاكي حلو جدا. تمام، طيب يلا بينا نحط الفلفل. الريحه مش قادره اقول لكم عامله ازاي، الفلفل الحامي بقى فظيع. تمام، وهضيف الطماطم. ريحة الفلفل جبارة. طيب دلوقتي هنحط الصلصة. يبقى احنا في البداية شوحنا البصل والثوم، لما ريحتهم طلعت ودبلوا كده شوية ضفنا الفلفل الحامي، وبعد كده الفلفل البارد والطماطم والصلصه، واحط معاهم كمان البتنجان واسيبهم كلهم يتسبكوا شويه مع بعض قبل ما اضيف بقيه الاضافات وقبل ما نرفعها من النار. هنطلع بقى فاصل صغير خالص على ما يتسبكوا كويس مع بعض ونرجع على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياك. بعد ما شوحنا حطينا زيت وشوحنا الثوم والبصل كويس جدا، دبلوا وريحتهم طلعت. بدانا بعد كده نحط الطماطم، نحط فلفل حامي الاول بعدين الفلفل البارد وبعد كده الطماطم المفرومه والبتنجان اللي احنا محمرينه. هنبدا دلوقتي نحط البهارات، رشه كده من البهارات السبعه، عندنا كمان رشه من السكر علشان ما يعملناش حموضه، وطبعا شويه من الملح. فلفل. وعندي معلقه من دبس الرمان. وهدي تقليبه وكده هتبقى معايا جاهزه البتنجان اتسبك مع الطماطم والصلصه وكل الحاجة اللي احنا حطيناها زي ما قلنا قريبة جدا من فكرة المسقعة. هنجيب بقى طبق ونقدم فيه سلطة البتنجان. بسم الله الرحمن الرحيم،
جدا. زي ما قلنا ممكن تتاكل جنب عيش، تبقى هايله قوي. تعالوا نعمل مع بعض الصوص اللي هيتحط على الوش، وهو عباره عن مايونيز وزبادي وليمون. هنجيب بوله نجيب الزبادي، علبتين زبادي، وحوالي 4 معالق من المايونيز، ومعلقتين كبار من الطحينه، وذره بسيطه من الملح، ونقلبهم. وفوق السلطه، بسم الله الرحمن الرحيم، ريحتها حلوه قوي. تمام زي الفل. خلصنا السلطه، وتعالوا بينا بقى نعمل مع بعض الكريم كراميل. الفراخ بتاعتنا في الفرن بتكمل تسويتها وبتتحمر، والرز كمان على نار هاديه خالص بيكمل تسويته. وتعالوا بينا نشوف مقادير الكريم كراميل. مقاديرنا هتكون عباره عن ايه؟ عندنا لتر من اللبن، وست بيضات، وعلبه قشطه، نص كوبايه سكر، ومعلقه كبيره من الفانيليا. وللكراميل بقى نص كوبايه من السكر وربع كوبايه من الميه. وتعالوا بينا ناخد طاسه نحطها على النار عشان نعمل في البدايه الكراميل. الكراميل هناخد السكر والميه ونحطهم مع بعض على النار علشان نكرملهم كده ونديهم لون ذهبي. مش عايزين نقلب بمعلقه خالص، كل ما هنحتاج نقلب نمسك الطاسه ونلفها بالشكل ده علشان ندخل اللي بره جوه وياخد كله نفس اللون. وتعالوا بينا بقى في الخلاط نرفع بس السلطه، شكلها حلو جدا. في الخلاط هنضيف اللبن اللي هو لتر من اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم. كريم كراميل من اسهل الحلويات اللي ممكن تعمليها كمان في فصل الصيف، هي مرطبه وجميله جدا. وهنحط البيض، بسم الله، وطبعا فانيليا، ولازم يكون الفانيليا نوعيه كويسه علشان تضيع اي زفاره للبيض ما تبانش معانا. ونحط كمان السكر وننزل اخر حاجه الكريمه او القشطه، ودي بتدي طعم حلو جدا كده. تمام يلا بينا نحط القشطه، ممكن قشطه ممكن كريمه اللي متوفر عندك، بس هي بتدي طعم غني جدا جدا للكريم كراميل. خلاص كده حطينا كل المكونات بتاعه الكريمه، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضرب كل المكونات دي مع بعض علشان تمتزج كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. اهم حاجه ان المكونات كلها تكون اختلطت كويس مع بعض، تمام، علشان ما يبقاش فيه حاجه فيها لسه كتل بيض مثلا كده، لا عايزين كله يبقى زي بعضه. وهنجيب قوالب اللي هنعمل فيها الكريم كراميل، ونبص بقى على الكراميل اخباره ايه. تمام هيبدا اهو. ما بحبش احط المعلقه في الكراميل لانها لما بتتحط كده
السكر بيرجع تاني يسكر ويرجع تاني يتبلور تاني ويبقى فيه فتافيت سكر، احنا مش عايزين الكلام ده كله. فعشان كده هنخلي الكراميل يتكرمل لوحده خالص من غير ما نحط فيه اي معلقة، ومن وقت للتاني هندي تقليبة لغاية ما ياخد معانا اللون الذهبي. انا عايزة ابص كده الرز اخباره ايه. بسم الله، الله ريحته حلوة قوي ولونه كمان، شايفين اللون الاحمر وتحت هتلاقيه لونه اصفر وفي ابيض، فهناخد كده مزيج من الالوان حلو جدا. انا مش هقلبه، هسيبه زي ما هو يكمل تسويته زي ما قلنا على نار هاديه خالص. الكراميل وهو على النار خلي بالك منه، ما تبعديش عنه فتره، لانه في لحظه اول ما تلاقيه كده خلاص ابتدى يتسبك كده ويعمل الرغاوي البيضه دي، ما تبعديش خالص، على طول ايدك فيه وكل شويه حاولي تديله تقليبه، لانه في ثواني ممكن ياخد معاكي لون غامق. والكراميل لو غمق واخد لون بني بيبقى مرر جدا وطعمه مش حلو، احنا عايزين ناخد اللون اللي هو العسلي علشان يبقى طعمه مسكر وجميل وكمان شكله يبقى حلو. احنا كده خلصنا الكريمة ومجهزينها، فاضل معانا بس الكراميل ياخد اللون ونبدأ ان احنا نحط القوالب بتاعتنا ونصبها. ولازم الفرن بتاعك بقى يبقى شغال كأني بالظبط بعمل كيك على درجة حرارة 180، وهحضر قالب فرن. قالب الفرن ده هنحط فيه مية، تكون مية سخنة علشان نسوي الكريم كراميل على حمام مية، تمام؟ ما ينفعش ادخله كده من غير مية. نخلص بس الكراميل، ينفع عشان لو سبناه لحظة خلاص. يبقى فرننا شغال على 180، واجهز القوالب بتاعتي وكمان الصينية اللي هدخل فيها القوالب الفرن. لازم تتأكدي كمان ان نوع الفانيليا كويسة. كريم كراميل من الحاجات اللي بتعتمد على البيض، فلو نوعية البيض فيها زفارة كتير بيطلع مش حلو، برضو انتقاء البيض. الفانيليا لازم تكون ريحتها قوية ومميزة علشان تغطي على ريحة البيض تماما. الكريم كراميل زي ما قلنا يعني يعتبر اغلبيته بيض، فعايزين الطعم يبقى حلو ميبقاش فيه ريحة اي زفارة. المية غليت معانا، هصبها في القالب اللي هنسوي فيه الكريم كراميل. وعشان القالب سواء كان تيفال او الومنيوم، التيفال لما نحط فيه مية وندخله الفرن والمية تخلص او تنشف فيه بتحس ان هو مجير ولونه ابيض ويبقى شكله مش حلو. ولو الومنيوم، الالومنيوم بيسود وبيبقى لونه وحش جدا وبيعذبنا عشان ننظفه تاني، وطبعا بيبقى ده تفاعل مش حلو اساسا. فهنحط معلقتين كبار من الخل في الميه، دي هتمنع اي تفاعل مع الصينيه اللي احنا مدخلينها. وهنا الكراميل خلاص بدا اهو، بدا ياخد اللون الذهبي. ايدينا بقى فيه ونخلي بالنا منه، لاننا لو اتوربنا عنه دقيقه ولا نص دقيقه هتلاقيه خلاص اخد لون مش حلو. تمام، اللون الفاتح قوي مش هيدينا الشكل اللي احنا عايزينه، والغامق هيدينا مرارة مش حلوة، فلازم اللون يبقى مظبوط جدا. اللون اللي احنا عايزينه بدأ، هناخد الطاسه بتاعتنا ومحضرين القوالب بتاعتنا اللي هنفضي فيها. ويلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط كده، بصوا بقى اللون كده هيبان معانا. انا فضيت هنا على قالبين، القالب ياخد حوالي نص لتر، تمام كده اهو.
اهو اللون باين كده ان هو لونه عسلي معانا. تمام، لون حلو قوي. يلا بقى هنفضي الكراميل الكريمه بقى. طبعا اول ما بتحطي الكراميل في القالب بيجمد فيه، وبعدين تصبي عليه الكريمه. تمام، والتاني. هايل جدا، فرننا شغال على 180. هنحط بقى الصينية على الرف الوسطاني لمدة 50 دقيقة. تمام، وهنختبرها زي ما بنختبر الكيك بستكس من النص، لو لقيناها طلعت نظيفة يبقى كده كريم كراميل استوى. هدخل الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، وهنطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول. اوعوا تروحوا في أي حتة، مستنياكم. كريم كراميل في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني لمدة 50 دقيقة، ونبدأ بعد كده نختبره ونشوفه بستكس من النص زي ما بنعمل في الكيك بالظبط. لو لقيناها طلعت نظيفة يبقى هو كده استوى وتمام، أما لو طلعت معرقة شوية فسيبيه كمان 10 دقايق وبعدين طلعيه. تمام، ده أهو شكله لما بيطلع من الفرن. تمام، لو هنبص مع بعض هتلاقوا طبقة الكراميل تحت أهي، دي طبقة الكراميل، وبعدين الكريمة، وخدت الوش الذهبي ده، ولما بيتقلب بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لازم نستنى لما يبرد ويتحط في التلاجة، وبعد كده نبدأ نقلبه تاني. وقبل ما نقلبه بنحاول نحطه في حمام مية سخنة علشان ندوب او نسيح شوية الكراميل اللي تحت عشان يتقلب معانا بسهولة. تمام، ويلا بينا بقى نغرف الرز اللي احنا عاملينه. ما شاء الله شكله حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الالوان اللي هتطلع معانا، هتلاقي ابيض واصفر واحمر، كل الالوان شكلها حلو قوي بالشكل ده. الرز مستوي وفي نفس الوقت بصوا مفلفل خالص، يعني حبايه بحبايتها، شكله حلو قوي. طيب يلا بينا بقى نجيب الفراخ، ننظف بس الدنيا ونجيب الفراخ بتاعتنا اللي في الفرن. فاكرين بعد ما استوت مع البهارات، الاول اتشوحت كويس مع البهارات الحصى، وبعدين حطينا بعد كده الطماطم والبصل والثوم وكل حاجه، واخدت تسويتها نص سوا كده، حطيناها في صينيه فرن، وحطينا معاها نص معلقه من اللون الاحمر، وحطينا كمان نص كوبايه شوربه، وحطينا لها الملح، ودخلناها بقى تكمل تسويتها في الفرن وتاخد لون. يلا نطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم، ريحتها حلوة جدا. يلا بقى نقدمها. بسم الله، شايفين لونها بقى هايلة جدا. طبعا استوت، كملت تسويتها، خدت الطعم وخدت الملح وكل حاجه. زي ما قلنا احنا كنا مقطعين فرخه على 8، وده بيساعد كتير كتير في التسويه انها تستوي اسرع. حلو قوي. نزين بقى، عندنا بصل زي اللي بنعمله للكشري، وعشان يطلع معاكي مقرمش هتحطيه في شويه من الدقيق وشويه صغيرين من الملح وتحمريه، هياخد لون ذهبي ويقرمش ويبقى جميل جدا. عندنا كمان مكسرات بقى اللي احنا عايزينها، صنوبر لو متوفر، عندنا
لوز، يلا وزبيب طبعا، طبق حلو قوي لو عندك عزومه هيشرفك جدا. ندي بقى رشه من الكزبره الخضراء، فاكرين احنا كنا حاطين شويه في الرز نفسه ومع الفراخ وهي بتستوي، بتدي طعم حلو جدا. دي كانت اطباقنا النهارده، عملنا مع بعض النهارده تندوري برياني، وعملنا كمان كريم كراميل طالع زي ما انتم شايفين شكله تحفه جدا وطعمه هايل جدا جدا. عملنا كمان سلطه البتنجان بالصوص الابيض، حلوه قوي قوي، ان شاء الله ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هستنى بقى التطبيقات الحلوه اللي بتجيني على طول، وهستنى تعليقاتكم على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بوحاتي، بيج بتاعتي فاطمه بوحاتي بالعربي وبالانجليزي. كنت سعيده جدا باتصالاتكم النهارده، اشوفكم بقى على خير ان شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.